السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدوك زمانو تدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. النهاردة يا جماعة طبعا زي ما انتم شايفين زي ما وعدناكم، كل سنة وانتم طيبين الأول، زي ما وعدناكم هنبدأ إن احنا نصور أي حاجة زي ما كنا بنعمل الأول وأكتر بإذن الله ومشيئة ربنا، هيبقى في حاجات كويسة خالص، وهنبدأ إن احنا نتابع كل حاجة بتحصل معانا سواء خلفة سواء جوازات سواء أي حاجة. دي جاكي طبعا كلبة جيرمان تولد النهاردة بإذن الله، أول جرو ليها ده، تمام. احنا متابعين معاها طبعا، هي ميعادها يعتبر كان امبارح فبدأت تولد. دي أول خلفة ليها على فكرة يا جماعة، يعني لو انتم متابعينا دي طبعا ما صورناش قبل كده وما نزلناهاش، فطبعا دي أول خلفة ليها بإذن الله، تكون خلفة خير بإذن الله. زي ما انتم شايفين طبعا ده اول جرو، وهي بدأت من ان هي تنضفه، بتنضفه مكان الميه. طبعا اي جرو بينزل من بطن امه بينزل في كيس، فبتبدأ ان هي تفتح الكيس وتقطع له الحبل السري وبتبدأ تنضفه، وبيبدأ ان هو ينتبه لحلمات صدرها وتسحبه عند حلمات صدرها بالشكل ده كده، تمام. زي ما انتم شايفين يا جماعه، عشان لو حصل دي عند لو حصلت دي عندكم، طبعا الكلبه بتنهج بدرجه غريبه جدا. طبعا ديت معنى كده ان طلق الولاده شغال، طبعا كتر خيرها يعني، الله يكون في عونها دلوقتي، تمام. هنبدأ نتابع معاها كده، والجرو طبعا زي ما انتم ملاحظين اهو بدأ يروح على الصدر يمسك. طبعا يا جماعة واضح، ده طبعا أول جرو ليها. الكلبة طبعا بتنهج، دي كلبة جيرمان زي ما قلت لكم أول مرة تولد. احنا فردين قش رز، والقش احنا كنا رشينا عليه ميه طبعا النهارده علشان حراره الجو. القش طبعا معروف ان هو بيطلع حراره اساسا، بس احنا بنحاول ساعه التنظيف كده بنبخ عليه ميه عشان حراره الجو، بيبدا يرطب بالشكل ده كده، تمام. طبعا ده بيبقى كويس للكلبه، وبيتم محتفظ بالرطوبه او بالميه ديت، تمام. زي ما انتم شايفين قلنا في الشتاء بنفرش قش رز برضو، بس ما بنرشش عليه ميه علشان يدفي الجراوي ويدفي الام، لكن في الصيف برضو بنفرش قش رز. انا يعني نحب موضوع قش الرز ده علشان بيكن الجراوي شويه، والام كمان بترتاح عليه، ما يكونش الارض ناشفه، ما يكونش السيراميك، لان زي ما انتم شايفين احنا مولدينها في بوكس، طبعا واضح ان في سيراميك في الارضيه، فلازم نحط قش الرز ده، تمام. ساعة ما الكلبة بتيجي تولد يا جماعة بيبقى قش الرز هي بتعمله برجليها، بتحفره برجليها شمال ويمين، وأي كلبة لو عندك في البيت هتلاقيها بتحفر كمان في الأرض لو على خرسانة كمان، لأن الكلبة بتحب تحفر، لأن دايما تحب تولد عيالها في الأماكن الواطية، تمام. فطبعا احنا دلوقتي اهوت بتحفره برجليها ونكشاها شمال ويمين وكلام زي كده، بنسيبها لحد ما تخلص ولادها خالص، وما نقربش من قش الرز ده خالص لحد ما تخلص ولادها، ونبدا ان احنا نعدله تحت منها ونفرده او نغيره يكون للافضل يعني. طبعا احنا شايفين جاك اهي، طبعا سبحان الله يا رب، يعني شايفين الام بتعمل ايه يا جماعه، يعني طبعا كل واحد فينا امه كانت بتعمل كده، بس طبعا بشكل تاني بقى، مش نفس الموضوع ده طبعا، بشكل تاني. الام دايما بتبقى واخده الابن في حضنها وخايفه عليه، بس طبعا هي علشان الكلبه متعوده عليا، فانا جاكي طبعا عشان هي متعوده عليا فانا بمد ايدي عليها عادي خالص، ومتعامله معايا عادي خالص، تمام. بصوا لما يروح بعيد عنها تبدا ان هي تنتبه له ورا، شايفين يا جماعه اهو، من الواضح ان هي، بصوا يا جماعه طبعا من الواضح الكلبه قلقانه وعايزه طبعا تكمل خلفه، طبعا واضح جدا هي لسه ده اول جرو. طيب يا جماعه هنسيبها بقى علشان ما نطولش عليكم كمان، ونسيب الكلبه براحتها خالص تولد، تمام. هي طبعا طالما بدات ان هي تلحس في المهبل كده يبقى داخله على الجرو التاني، تمام. طيب
يا جماعة نسيبها براحتها بقى، وبإذن الله نبقى نعمل لكم حلقة بإذن الله لما تخلص ولادها على خير. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب. ربنا يا رب يجعل عندكم الرزق دايما، ودايما يكون عندكم الخير. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.